مبادرة افصلها اللي هي فصل القمامة مكسب ونظافة، هي مبادرة قمنا بيها في حي مصر الجديدة مع رئيس حي مصر الجديدة ومحافظ القاهرة. فكرة كانت موجودة من فترة طويلة قوي من خلال ناس كتير وعلى رأسهما الدكتورة ليلى اسكندر، من حاولت أثناء وجودها في الوزارة بعملية فصل القمامة من منبع في مدينة بورسعيد. يعني إحنا بنينا أنا والدكتورة شيرين فراج بنينا فكرتنا على فكر الآخرين، وابتدينا من حيث انتهى الآخرون في عملية فصل القمامة. الفكرة قامت إن إحنا إزاي تتقابل الجهة التنفيذية في من خلال نائبة دكتورة شيرين فراج ومن خلال نادية هنري مع الجهات التنفيذية مع رئيس حي منطقة مصر الجديدة مع محافظ القاهرة. الفصل من المنبع هيخليك تقدر توصل للقيمة الأعظم من بيع القمامة. افصلها بيشجع كل المجتمع يعرف قيمة القمامة وقيمة المليارات المهدرة في صناديق القمامة. مبادرة افصلها بيواجه سلاح قوي جدا للبطالة. طبعا أنا في منتهى السعادة إني بحضر النهاردة افتتاح أول كشك يتعمل في القاهرة. الحقيقة لما بتشوف فكرتي بتتنفذ على الأرض، والحقيقة اتنفذت قبل كده ويكون لها هذا النجاح وهذا الصدى، الحقيقة أنا بسعد جدا. في نقاط كثيرة جدا مهمة، بدايتها كانت الكشك، لكن المنظومة يجب أن تتكامل علشان جميع الحلقات تتصل ببعضها للوصول إلى مجتمع وبيئة نظيفة ومظهر حضاري. بدينا الفكرة أنه بما أن هناك عائد اقتصادي للقمامة، وكثير من الناس سواء كانوا جميع القمامة سواء كان بعض الناس يعلموا أنه القمامة لها قيمة، فكانوا بيحاولوا يفصلوها وكانوا بينزلوا يبعوها. إحنا وجدنا الأماكن وعملنا الأكشاك علشان يستطيع أولا جامع القمامة في المنطقة بيستطيع أنه يروح يبيع فيها، المواطن المصري يعرف أنها ليها قيمة اقتصادية، وبالتالي هنا ده هناك إطلاق للمشاريع بقى وإطلاق لعائد اقتصادي يعود أولا على المواطن، يعود على جميع القمامة، يعود على المستثمر الصغير الشاب في كشك، بيعود على مستثمر أكبر في مشروع متوسط سواء كانت المكابس أو طرق النقل، بيعود على مشروع أكبر كمصانع تبتدي تشتغل في تدوير القمامة وخروج منتجات مختلفة.